محمد بكر 25 سؤال لازم تجاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير. إن شاء الله. ليش أنت مستقر في بريدة؟ دراسة. هل تعتبر دمك خفيف؟ مو أنا أحكم، الناس تحكم. طب الناس إيش تعتقد يقول؟ دمي خفيف. كم أجرك في الإعلان؟ يختلف. يعني؟ من إعلان لإعلان يختلف. يعني؟ فوق 10. طيب، إيش موهبتك؟ ما عندي موهبة، أحس إنه ما عندي موهبة معينة. أقصى نقد سمعته؟ ما في شيء معين. إيش تخصصك في الجامعة؟ إدارة أعمال. ليش دائما تتكلم عن لون بشرتك؟ لأني أفتخر بيها. أجمل ما في بريدة؟ أنا. ليش ما تعرف تلتزم بمواعيد محاضراتك؟ النوم. طيب، مين أكثر شخص يضحكك على مواقع التواصل؟ عز بن فهد، أبو حمدان. أوكي، جدة كده، إتي وبحر، إيش رأيك في هذه المقولة؟ ما تفرق معي، أنا ماني متعصب للموضوع هذا. طيب، فين تشوف نفسك بعد 10 سنين؟ موظف عادي. متى آخر مرة انكسر فيها قلبك؟ ما عندي اهتمام بالشيء هذا من جد. ليش دايما تصرخ في سناباتك؟ ما أصرخ، هو صوتي كذا ترى. قديش تخاف من الست الوالدة؟ 10%. هذه كانت إجابة صادقة؟ تقريبا. إيش يميزك عن غيرك من مشاهير السوشيال ميديا؟ ما يميزني شيء. هل سبق وتعرضت لموقف عنصري؟ كثير. محتواك تافه وكله دعايات، كيف ترد على هذا الاتهام؟ هذا الكلام بيجي لكل المشاهير يعني. بإيش يتميز أهل القصيم؟ طيبة القلب. جارتنا أم سليمان ترسل أكل. طب كويس. كم عدد متابعينك في سناب؟ فوق 300 وشيء. متابعينك معظمهم رجال ولا ستات؟ نص نص. آخر كتاب قرأته؟ تاج 55، كان عندي اختبار. يعني شيء دراسي. ايوه. يعني ما تقرأ كتب. لا. كم من 10 تعتبر نفسك مشهور؟ بتكتك صوابعك. 70. 70%؟ بتكتك صوابعك؟ توتر. هل تغيرت معاملة دكاترة الجامعة معك بعد انتشار مقاطعك؟ زاد الطينة. ايش يعني؟ يعني في ناس يعني كل ما جيت بقول لهم ساعدوني زي كذا استقعدوا لك. استقعدوا لي. متى راح تتزوج؟ بعد الجامعة إن شاء الله. متى يعني؟ وبعد الوظيفة يعني سنة، أقل من سنة. حساب الوقت عندك مو معروف شوية. لأنه ما أدري، ما عندي وقت معين بالضبط. طيب شكرا لك.